شط ضفاف مثل الضباب يسحب ضباب أشرب عذاب فاطمة المشاعل مش بتسوي فيني يا ربي، كانت حججت بأي شيء ورحت بيتنا، الحين شلون بتهدني؟ الله يستر الله يستر. إلا خالتكم محمد وينها يا مشاعل؟ ما أخذ منا موقف، اتركت غرفتها وقعدت بالملحق تقول مسوي اضراب علشان خاطر ولدها طلال اللي في السجن. بصراحه اللي صار لولدها شيء غريب. لا غريب ولا شيء، انت الحين مصدقه انه هو بريء؟ هذا كلامه يقولونه، وبعدين عشان ابليس في الجنه انه هو يطلع منها. مشعل لا تقولين كذا، ترى ازعل منك، بعدين المفروض تواسينه وتقفين بجنبها، هذه مره كبيره اعصابها ما تتحمل. هذه اعصابها اقوى من اعصابي واعصابك، ولا كان ماتت من زمان؟ ايش الكلام هذا؟ ما ادري ليش الناس تزعل من الحقيقه. اقوم اسلم عليها ابرك. لا لا لا، ولا اللي اسلمك، لا تسلمين عليها ولا شيء، ترى هي قايله ما تحب احد يسلم عليها وخصوصا اقاربي. ما ادري ليش تكرهني معني ما سويت لها شيء، قاعدي اسلم لك واحسن بعد. اشوف ندى ما جت، روحي ناديها. اكيد انها نايمه عشان كذا ما سمعتني. اناديها لك. سنيثيا سنيثيا، جهزي لنا الشاهي. نادي حبيبتي، وش صاير؟ ما صاير شيء ندى حبيبتي. الحين كل اللي قاعدة أسويه ما بعلشاننا كلنا، علشاني أنا وانتي وفاطمة وسعد. إلا أجل ليه ما اتصل بفاطمة ومقلق الدنيا علينا؟ أنا؟ ما اتصلت. فاطمة الحين تحت وجاية تبي تطمن عليك عقب المكالمة اللي سويتيها. أنت بتصرفاتك الغبية هذه راح تكشفين كل شيء لمحمد. مشعل خلنا نروح نطمن على ام محمد، اخاف تكون ماتت. يو يا ندى، هذا شيء موتها، قلت لك هذه بسبعة ارواح. ارجوك يا مشعل ما اقدر انام. ماشي حبيبتي، بس عقب ما تمشي فاطمه تقعدين معي، ما تروحين معها، فاهمه؟ اكيد.
عافية عافية على أختي الصغيرة الشاطرة اللي تسمع كلام أختها. يلا يلا قومي عشان أقعد مع فاطمة. صار. روح يا سوي، أخاف مشاعل، تعرف إنك عندي. حاضر ماما. إذا خلصتي جيبي لي علاجي معك. ماما هذي علاج مال انتي، هاي مسائل كلها كبي أرض. تأكدي مرة ثانية، يمكن تلاقين علبة ثانية بالصيدلية، وشوفي لمحمد متى يجي. ما عاد لي صبر على هالشقة. ماما أنا يروح سرعة، هذي عقب كسر أنا. متى بتطلع من سجنك يا طلال؟ وانت يا محمد متى بتطلع من السجن اللي حطتك فيه مشاعر؟ تعال يا محمد، تعال وشوف أمك شلون قاعدة تعاني. الله يسامحك يا محمد، الحرمة كلت عقلك. سنيثيا يا سنيثيا، صدق انها غبية هذي. خلاص خلاص يا مشاعل، لا تتعبين حالك، اخوي سعد وصل. هيا ندى بتجي معي؟ لا بقعد مع مشاعل. براحتك يا ندى، بس اخوك سعد يقول يا ضيف كن خفيف. حاضر بقعد شوي وبرجع بيتنا. نروح نسلم على سعد؟ يلا يلا. يا الغبية وين كنت؟ ها وين كنت انت؟ حرام عليك، حرام عليك يا مشاعل، هذي مسخرة. غبية، حرام عليك. خلاص يلا. هلا اخوي، شلونك؟ بخير الله يسلمك يا مشاعل. هاي يا ندى، تجلسين؟ خلها بتجلس معي. ليه ما تدخل يا اخوي؟ هالايام يا مشاعل مالك بينا، لا انتي ولا محمد، ايش وراكم؟ وراهم اشغال كثيره يا اخوي. محمد ومشغول بالشركه، مشاعل ايش عندها؟ تساعده في تخطيط الشركه. ليه ماني عاجبتك؟ مع السلامه يا مشاعل، وخلي بالك على ندى. تبيني تشوفين سحيلة أم الخلاجي؟ مرة واحدة بس. لا تخافين، ما ماتت. ودي أرتاح. الله يخليك، يلا قدامي عشان تشوفينها. أكيد ما ماتت؟ يا ريت تموت عشان أفتك منها. يلا تأكدتي؟ هذه نايمة ومتغطية ولا تدري بالدنيا. قلت لك هذه بسبعة أرواح. أكيد حية؟ إيه حية بسبعة رؤوس.
كل ما قطعنا لها راس يطلع لها راس ثاني. يلا خلينا نشبه لها بال. خلينا نتأكد. يبا هذا السرطان ما يقدر عليها، شو تقولين انتي؟ يلا خلينا نمشي. يلا. ظلمة كذا، يعني لازم تشوف الطبيعة بعيونها. لا يصير قلبك رهيف كذا، ترى هذه ما تحبنا. يلا. ماما محمد نايم. ماما محمد ادخلي وشب الليت لاني ماني قادره اقوم. واحتقان بأنفي، ماذا أضع لاستنشاق البخار؟ أضف ملعقة من فيكس فيبورم. إنه يحتوي على أوكاليبتس ومنثول وكافور وثيمول، يخفف من أعراض السعال واحتقان الأنف. فيكس فيبورم. هذه آخر ورقة. إيش؟ أنا ما أدري أنت ليه بتكره بابا فرحان يا ودود. ودود جميل، يعني الجزيرة فيها أغراض. يحاول يسوي شيء يضر الجزيرة. راح يموتني بابا فرحان، راح يموتني. ايش؟ شفتوا ان بابا فرحان انسان ذكي؟ بابا فرحان يا حكيم الجزيرة قدر ينتصر عليه. بتاتا نهاية اطلاقا. اهم شيء ان انا ما راح اموت من الجوع. مو كده يا اولاد؟ بابا فرحان يوميا الثالثة عصرا على قناة ذكريات. نقطع الظروف نفرح القلوب. ريمي ماذا جرى؟ هل أنت بخير يا حبيبي؟ تفكر أحيانا بأن هناك في مكان ما شخصا حزين وهذا ما يجعلك حزين. أنا جائع. ليلة أمس لم نذق الطعام لأننا لم نستطع أن نربح ما يسد جوعنا. وأنا أقوى صلاة لن تنجح أبدا. أنا سوف تحس بألم الجوع سوف تتسول. أنا ريمي فضفكوا ريمي الفتى الشريف يوميا الثالثة والنصف عصرا على قناة ذكريات. ظهري
يا مشعل وش فيك؟ ظهري بينكسر علي. عسى ما شر. طول الليل ما قدرت انام، ما ادري ايش فيني ظهري. سلامات، انا بلبس هدومي وبعدين اوديك المستشفى. قول لنا تجي معي عشان تساعدني. طيبة. تعالي ساعدي اختك، ابغى اوديها المستشفى. وش فيها؟ ابد ما نامت طول الليل، ظهرها يعورها. بسرعه يا ندى، تكفين ان شاء الله. ماما هذه اسى، انا ما يقدر يجيب قبل هادي وقت. هادي ماما مساء تبقق عيون على انا، شوف انا وين اروح وين اجي. استكثرت علي النور، ظلمت الغرفة قبل لا تطلع، وانا ما قدرت اقوم واشب النور لان رجولي ما تحملتني. ماما انا افكر هادي ملحق زلمة، انت نايم، انت زيني نادي انا. لقيت الدواء؟ لا ماما، انا يدور كل مكان دواء انا ما اشوف. خذي هالفلوس واعطيها للسايق مجيب من غير ما حد يدري، خليه يجيب لي اغراض ويجيب علاجي معاه. حاضر ماما. هذه صوت سيارة محمد، وهو الحين يجي؟ لا ماما، عمي محمد سليب. اجل وين رايح بهالليل؟ يكون ولدي طلال في شيء؟ قومي قومي يا سنيثة، شوفي وش صاير. قومي. ماما هذه ندى واقف لحالها، انا اروح اشوف شنو صاير. مسكينه بنت الناس، لا يكون فيها شيء. ترى هي بنت طيبه. لا ماما هذه ما في طيب، هذه سمسم مدام مسائل، هذه مره سري. مسكينه تخاف منها، اصغر منها وتحسب لها الف حساب. تعالي 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 شيلني وديني، خلي اشوف وش فيها، يكون فيها شيء بنت الناس. مشاعل تعبانة، ما هي قادرة تتحرك. الله يخليك سامحيها. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يخليك خالتي، سامحيها. هي وش فيها؟ ما أدري، بس هي تتألم، تتألم حيل. خالتي الله يخليك سامحيها. شو أقول؟ الله يسامحها ويرجعها لبيتها سالمة إن شاء الله. بشري يا دكتور. بصراحة أنا الحين ما عندي أي كلام دقيق أقوله لك، بعد ما تطلع نتيجة التحاليل ونتأكد نقدر نعرف ايش فيها. وش هالكلام يا دكتورة؟ انتي الحين قلقتيني، ما طمنتيني. لا لا بالعكس، طمئنت تماما. تقدر تاخذ زوجتك تجينا بكرة الصبح، تكون نتيجة التحاليل طلعت وقطعنا الشك باليقين. لا لا لا، لا شك ولا يقين، انا ماني متحرك من هنا لما اطمن على زوجتي. على راحتك، تقدر تاخذ زوجتك وتنتظرنا في الاستراحة حتى تطلع النتيجة.
أنا بنتظر. المهم أطمن عليها. على إذنك. لا يا بنيتي، شلون أقوم وأتركك روحك؟ أطمن على مشاعر ومحمد بالأول وبعدين يصير خير. صحيح يا خالتي، المرض ما فيه شماتة يا يمه، المرض ابتلاء من رب العالمين عشان يخفف الذنوب. سليت الناس يعرفوا كذا. أشهد أنك طيبة يا خالة، بس ماني عارفة مشاعل ما هي عارفة شلون تتعامل معك. بشري يا دكتورة. ألف ألف مبروك. المدام حامل، بتصير أبو. معقولة؟ ماني مصدقة. لا صدقي يا عمري، صدقي. الحمد لله والشكر، الله عوضني بولد من صلبي يغنيني عن كل الناس، الحمد لله. أنا حامل؟ معقولة؟ إلا يا دكتورة، وين حركات المسلسلات؟ دوخة وغثيان وتعبان و... تو الناس لا تستعجل، لاحق على أشياء كثيرة. مبروك يا ندي، بتصيرين خالة. صدق؟ يعني أنا بصير جدة؟ صحيح يا محمد، يعني أنا بصير جدة؟ عاد هذه يبيلها دراسة. أي ظهري. يلا يا شاوتي، يلا يا عمري، أبي تطلعين الغرفة وترتاحين يا الغالية أم الغالية. أبي ولدي مرتاح دايم. من الحين عرفت إنه ولد؟ طبعا. يلا يا عمري، يلا يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يا يوسف خليها عندي، ولما يجي خليه يوقعها. انا حابب ان انا اخليه يوقعها بنفسي. يا اخي ما وصل، روح على مكتبك ولما يوصل اناديك. انتظره، انا ما وراي شيء. ايش وراي؟ خير؟ اشوف الموظفين مداومين في مكتب اليوم. مكتبك حلال عليك يا استاذ محمد، لا تخاف، ما حد يقدر يقرب يمك. انا جايك موضوع مهم. شف، اذا كنت جاي عشان موضوع الانذار فلا تحلم، قدامك 15 يوم وبس، وما ادري الحين كم مضى منهم. بعدها توريني عرض كتافك. لا سالفة ما هي بكذا. أجل وش عندك؟
جايب لك استقالتي وبيك توقعها لي وبنفسك. اي نعم، علشان تكون الفرحة فرحتين، فرحتك باستقالتي، فرحتي بخروجي من شركتك. صدقت اليوم يوم الافراح. كل هذا عشان بستقيل؟ لا، استقالتك هذه فرحة بروحها، والفرحة الثانية انا انتظر مولود جديد. في احلى من كذا؟ الله يسامحك وبارك لك. ممكن توقع الاستقالة؟ اوقعها واوقع ابو جدها بعد. ابرك الساعات يا استاذ يوسف. لا مانع. ممكن اعرف شو اللي كان مجلسك عندها؟ كانت تبي تطمن عليك. تطمن علي؟ يا حبيبتي انت صدقت الكلام هذا؟ انا متاكده متاكده انها تتمنى اني اموت لاني حامل. ليه بس تقولي كذا يا مشاعل؟ الحرمه ما هي قدك. سمعيني يا ندى، انا ما ابغاكي تختلطين فيها ابد، واذا جت جلست جنبك ابتعدي عنها وتعالي، فاهمه؟ بس انا بروح بيتنا. افا افا يا ندى، تتركيني وانا حامل؟ انا خايفه انها تستوحد فيني وتضربني على بطني. مشاعر الحرمه ما هي قدك، تركيها في حالها. شوفي وعديني انك تتركيها في حالها وانا اجلس معك، هذا شرطي. خلاص يا حبيبتي اوعدك، يعني متاكده انك مستحيل تتركيني لحالي. الهواجس والكوابيس ماليه راسك، ما ادري ليه انت كذا. الحين هذه فرصتي، اضرب عصفورين بحجر، اخلي محمد والفلوس لي انا. الو، هلا حبيبي، متى راح تجي؟ الحين انت في الطريق؟ شلون؟ ما تقدر تبعد عني وعن ولدك؟ انا زين الحمد لله. خلاص اجل انا جهز الغداء وانتظرك. لا لا يا عمري، لا تلمسين اي شيء. مشاعل حتى كاس المويه اذا بغيتي خلي سنيتي او ندي يحضرون لك. حبيبتي حبيبتي ابيك تولدين بالسلامه ان شاء الله. لازم تحافظين على اكلك وشربك. انا راجع اليوم من الدوام بكر علشان اشرف على اكلك وشربك. طبعا راضي مبسوط، انا ما نوم الليل احتري هالولد. ايه بتصلي لي دوام ثاني. شوفي مشاعلات، اذا انت بسمع كلامي بقفل عليك بالغرفه، ها، وبجيب لك طباخ بعد. اوكي خلاص حبيبي، ما راح اسوي اي شيء لين ما توصل. مع السلامه. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء خاص على السعودية بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030. الليلة 11:00 مساء على السعودية. أنا ما أدري أنت ليه بتكره بابا فرحان يا ودود. ودود جميل، يعني الجزيرة فيها أغراض. يحاول يسوي شيء يضر الجزيرة. راح يموتني بابا فرحان، راح يموتني. إيش؟
شفتوا ان بابا فرحان الساندكي؟ بابا فرحان يا حكيم الجزيرة قدر ينتصر عليك بتاتا نهائيا اطلاقا. اهم شيء ان انا ما راح اموت من الجوع. مو كده يا اولاد؟ بابا فرحان يوميا الثالثة عصرا على قناة ذكريات. فوزير رمضان أحبائي الأطفال، كان مكان في قديم الزمان، كان طفل صغير مع أمه في مكان. يلا نسمع يا أحبابنا، فزورة توضح اسمه لنا. فزورتنا اليوم عن رجال مخلصين بيأدوا خدمة للوطن ومشكورين. ونساء المسرف وسط الدار بيسلينا ليل ونهار. يلا نسمع أصغر وكبار، يلا نسمع أصغر وكبار. أبو قلب حنون حبنا، بوجودك تكمل فرحتنا، وزير رمضان للصغار يوميا الخامسة عصرا على قناة ذكريات. على فكرة سمعت آخر الأخبار؟ قال غنفخ يا شريم، قال ما من برطن. أي والله والله قشمي. وش بنعك قاعدة كده تقشمي؟ أقول أنت وش قصتك معنا؟ حسن كجموغلي والله انه منس. ترى بفك وجهك الحين اطير الروس. ها ذكريات طاش يوميا السابعة مساء على قناة ذكريات. الحمد لله اني بشوف عيال عيالي، اشيلهم بين يديني ولاعبهم وشوفهم يراكضون حولي. يمكن الله يعوضني فيهم عن هاللي نساني. انا الحين ما بي من محمد وزوجته شيء غير هالوليد، اشيله في حضني مستعده اعيش في هالملحق طول عمري، بس عيال عيالي يكونون حولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ليه؟ شايفة جني؟ لا يا يما، بس انتي مفروض انك ترتاحي لانك تعبانة، خصوصا انك بالأشهر الأولى من الحمل. انا ما يريحني الا شيء واحد. انك تفارقين هذا البيت. خافي من الله يا يما، هذا بيتي وبيت عيالي، ما اقدر افارقه الا اذا فارقتني روحي. جعل السرطان ما يفرقك ويفتت عظامك، هذا البيت بيتي انا وولدي، فاهمه؟ حرام عليك يا يما يا مشاعل، انت بكره بتصيرين ام وتعرفين معنى الضنا، بعدين انا ما سويت لك شيء بنت الناس. صحيح ما سويتي لي شيء، بس انا اكرهك. عيب هالكلام يا مشاعل. ما هو بنت اللي تعلميني العيب، فاهمة؟ وبعدين حتى ولدك محمد ترى يكرهك ويتمنى اليوم اللي تفارقين في البيت هذا. كذب، انتي مو صادقة. انا ماني صادقة؟ تضربيني؟ راح ادفعك ثمن هالكف غالي. نجا، أبي حمد تضربني، أحب عليك، أحب عليك.
هدف؟ شو السالفة؟ اسمع صوت مشاعر. ما ادري، سمعت صوت فتحة. مي بغرفتها؟ لا ما هي بغرفتها. حرام عليك يا مشاعر، حرام عليك. انت ايش تبين انت؟ مو كامل اللي سويتي فيني؟ تبي تذبحين ولدي بعد؟ هل ودي برا صايمه ومصليه؟ تصدقها؟ تصدقها وتكذب امك يا محمد؟ تحبين؟ ما انت بامي؟ عمري كله انت. لا تبكين يا مشاعر يا عمري. خلاص انا الغلطان، حقك علي. انا المفروض ما اخليك عندهم بعد الخديعه اللي سووها فيني. يبون يتخلصون مني ومنك. لكن اوعدك يا مشاعر ابى اخذ لك حقك. ها واحد بس، لا تبكين، الله يخليك. انا مو خايفه على نفسي يا محمد، انا خايفه على اللي في بطني. الحين هو في بطني وسويت فيه كذا، لن طلع للحياه وش راح تسوي فيه؟ أمك يا محمد خطر علينا. لا تقولين أمك، هذه مي بأمي، هذه أم طلال، وعلشان كذا ما راح أسمح لها تأذيك أو تأذي ولدي. الحين هي ساكتة لأنها بروحها، لكن إذا طلع ولدها طلال خريج السجون أكيد بتقول لها عن كل شيء، وساعتها بيتخلص منا حنا الثلاثة. مشاعل، وأنا وين رحت؟ كأنك ما أنت بشايفتني. أنا أقدر أحميكي وأحمي ولدي بعد. بعدين تعالي، طلال شلون بيعرف الحقيقة ولو رجع عندنا؟ يمكن أم فيصل رفيقة أمه تقول له عن كل شيء، وبعدين يمكن تكون مخبية أوراق ثانية. أنا كأني شفتها مرة تخبي ورقة فوق الدولاب. إيه
صح، أنا نسيت أقول لك. أكيد شفتيها؟ هي أكيد شفتها، بس ما أدري هي ولا ورقة ثانية. يمكن يا مشاعل تكون نسخة ثانية حطتها الاحتياط. المفروض نتخلص من كل الورق، ولا بظن أن طلال بيصدق كلام أم فيصل. شلون ما بيصدقها وهو بيتزوج بنتها؟ وإذا قالت له وقدر طلال يثبت هالشي، بتطير الثروة كلها، بصير أنا وانتي وولدنا في الشارع. محمد أنت لازم تتصرف قبل طلال ما يطلع من السجن. وين يطلع من السجن؟ مشكلته ما منها طلعة. لا تقدرين تخوفيني. ما هو بشرط يطلع، يمكن أحد يهمس له، أم فيصل، أمك، قصدي أم طلال. أم طلال يمكن تروح للسجن وهناك تسأله الورقة وصلتها ولا لا، وتقول له الحقيقة، وساعتها وين نفتك؟ كذا أنت معك حق يا مشاعل، المسألة يبي لها تفكير وتدبير. الأوراق والملفات الخاصة بالملكية والعقار والشركة كلهم تحت يدك، تقدر تسوي اللي تبي. صدقتي. أجل قم، قم نفتش في الحجرة. بس أنت تعبانة يا عمري. الحين أصير زينة، المهم نطمن على كل شيء. يلا قم يلا. طيب طيب طيب، على هونك مشاعل، شوي شوي. لازم أشوف حل مع مشاعل. دي لازم أكلم بابا محمد. بابا محمد خلاص مشاعل سيطرت عليه، ما يقدر يشك خيط ببرة إلا بأمرها. يلا يلا يا سينيسي نخليها ترتاح. يلا مشاعل، أنا حاسس إنها موجودة. شلون هي موجودة هنا وهي مرتزة بالملحق؟ طيب ما في لا أوراق ولا شيء. أنا متأكدة إنها هنا فوق في الدولاب. ارفقي يا مشاعل ارفقي، اثبتي، ما تخافي على بطنك. إن شاء الله، بس أكيد هي في الدولاب. صبر. تليفون؟ شو اللي جاب التليفون هنا؟ هذه حركات عجيز ما تعرفها؟ طيب، هذا أنا فتشنا وما لقينا شيء. بس أنا متأكدة. يا بعد عمري، هذا أنا مفتش قدامك ما في شيء. زين يمكن خلتها معاها في الملحق، إيش رأيك نفتش أغراضها؟ شلون نفتش الملحق اللي موجودة فيه؟ بسيطة، أخذها بالحيلة وخذها طلعها من الملحق وأنا بفتش معك. يا حق، فكرة حلوة.
جنبك وامشي على دربك، ازرع بذر حبك تلقى البذور اغصان، ازرع بذر حبك تلقى البذور تلقى البذور اغصان. خلي الوفا قلبك وامشي على دربك، ازرع بذر حبك تلقى البذور اغصان، ازرع بذر حبك تلقى البذور تلقى البذور غصان. يمكن يلومونك أهلك وخلانك، ولا بيرمونك من كانوا أخوانك، واللي رفعت الفوق دون البشر خانك. يمكن يلومونك أهلك وخلانك، ولا بيرمونك من كانوا أخوانك، واللي رفعت الفوق على دربك، تلقى البذور اغصان، ازرع بذر حبك تلقى البذور تلقى البذور اغصان. وامشي على دربك، تلقى البذور اغصان، ازرع بذر حبك تلقى البذور تلقى البذور اغصان.